مساء الخير على كل مشاهدينا، مشاهدي قناة الصحة والجمال. مساء الخير على كل بيت وكل أسرة قاعدة بتتفرج علينا دلوقتي في أول حلقة من كلام في الطب. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا، موضوع بيمس كل واحد فينا، موضوع موجود في بيت كل واحد فينا، لايف ستايل. وده عنوان حلقتي النهاردة، لأن النهاردة هنتكلم عن الطب الحديث في طريقة التغذية. النهاردة هيكون معايا ضيفي حاصل على العديد من الدورات العلمية في مجال التغذية ومجال القضاء على السمنة اللي بنعاني منها كلنا. سافر العديد من الدول في شرق آسيا، وسافر الصين، وسافر أماكن كتير قوي علشان يجيلنا بمضمون الحلقة بتاع النهاردة، إزاي نقضي على السمنة. خلوني النهاردة ارحب بدكتوري دكتور أحمد كمال، أخصائي العلاج الطبيعي والسمنة. دكتور أحمد منورني. نورك، تسلمي. اهلا بك وكل المشاهدين اللي بيتابعونا في كل مكان. انت سافرت أماكن كتير جدا وعملت دراسات كتير جدا عشان نقضي على السمنة، المشكلة اللي بنواجهنا كلنا. مشكلة العصر. طب عايزاك بقى تكلمني بقى، انت آخر مرة كنت فين وعملت ايه؟ كانت آخر سفرية ليا كانت في ماليزيا، كانت برضو بخصوص الأمور ديت ومتابعة أحدث الحاجات اللي نازلة هناك، لأن هم مهتمين جدا بالموضوع ده هناك زي ما أنت عارفة وكلنا ماليزيا عارفين. عندهم لايف ستايل حياة هو تانية أنا خالص. كان نفسي هناك أشوف حد يعني ماشي في الشارع في ما نوع فيش من الكلام السمنة. ده، لا لا هم لا هناك خالص، رياضيين جدا وحافظين جدا لا على لا خالص. هو الشيب بتاعهم. الفكرة هناك إن الشعب الماليزي شعب نشيط جدا، أولا بيصحى بدري، بيتحرك كتير، اها نظامهم في الأكل والتغذية نظام صحي جدا وما بيتبعوش أي رجيم، هو دي طبيعتهم هناك. يعني احكي لنا اكتر طيب عن الرحلة اللي انت رحتها هناك، ايه اللي حصل يعني؟ رحنا هناك تابعنا زي ما انت عارفة ماليزيا بلد طبيعية جدا وفيها نوع أنواع كتير من الأعشاب وأنواع كتير من المنتجات اللي بتساعد في حرق الدهون والرجيم، فاحنا كنا رايحين هناك على أساس نشوف أحدث الحاجات اللي موجودة، والحمد لله يعني ايه وفقنا في السفرية والدنيا تمام الحمد طب لله. تعالى كده نمسك بقى ايه الموضوع واحدة واحدة. يعني ايه اصلا سمنة؟ هي السمنة لو هنعرفها تعريف بسيط يوصل العقل المشاهد بسهولة، هي نتيجة ان انا يعني باكل بكميات كبيرة وبطرق خاطئة، ويعني نركز قوي عند كلمة طرق خاطئة، لان هو احنا عندنا عادات كتير قوي غلط ما بنعملها. هي دي الفكرة. يعني احنا جايين النهاردة الاهم ان احنا نصحح مفاهيم ونصلح عادات، يعني نصحح مفاهيم ان الرجيم يا جماعة مش ورقة افطر كذا اتغدى كذا اتعشى كذا وخلاص، لا طبعا الرجيم الاساس بتاعه هي العادات السيئة اللي احنا بنمارسها كل يوم، وهن يعني هنتكلم باستفاضة عنها ان شاء الله. ولكن طيب لا اتفضل قول. لو احنا هنعرف محتاجين السمنة كل كلمة انت بتقولها لو النهاردة. هنعرف السمنة هي نتيجة ان انا باكل كتير وبطرق غلط، بيحصل عندي في الخلية الدهنية ان حجمها بيكبر وبيوصل لمرحلة معينة، وبيبدأ بعد كده زيادة في عدد الخلايا الدهنية، اها بتبدأ بقى مرحلة النمو في الخلايا الدهنية دي تمشي بالمضمون دوت لحد ما بوصل في الآخر ان انا بيبقى ايه دخلت في مرحلة السمنة لو ما عملتش كنترول على موضوع الايه الأكل وطريقة الغذاء طب لو جيت خدتك في النقطة بتاعت طريقة الأكل، احنا أصلا ممكن اللي هو ايه، باجي أقول أنا عايزة أخس فأنا هاكل وجبة واحدة بس في اليوم ما أو ده وجبتين بس والباقي ما مفيش. ده من ضمن المفاهيم اللي غلط كتير جدا، يعني 90% من اللي بيجوا لنا العيادات بيجي بيشتكي ان انا باكل وجبه واحده في اليوم، يا دكتور انا مش بفطر اصلا ومع ذلك انا بتخن، فدي من ضمن المفاهيم الغلط. ليه؟ لان انا عندي وجبه الفطار الصبح هي دي الوقود اللي بيخليني اتحرك طول اليوم وامارس نشاطاتي طول اليوم، اروح شغلي اوضب بيتي وات ايفر النشاط اللي انا بعمله، فدي وجبه اساسيه معظمنا بيهملها جدا، فدي من ضمن العادات السيئه اللي احنا بنقع فيها كتير جدا. طيب ولو هنيجي ناخد بقى الحتة بتاعت الفاست فود بقى، أكل الشارع بقى، أكل الشارع ده مشكلة. دي كارثة كبيرة، ويعني كتير مننا بيقع فيها، وفي الوقت الحالي كتير جدا معتمد للأسف على الفاست فود.
والفاست فود يعني زي ما كلنا عارفين. مشكلة ان انا دلوقتي مكسلة اخد الوجبة بتاعة الفطار، فانا هنزل اروح الشغل علشان مش عارفة، لقيت نفسي شغل اليوم بياخدني، فبقيت الفطار بتاعي بقى الساعة 4، فالساعة 4 ده لا باكل كمان تكاوي من بره. هي انا هشرح لحضرتك الموضوع الفطار بيتم ازاي. انا تمام. دلوقتي صحيت الصبح رايح شغلي ما فطرتش، فطبعا بذلت مجهود، فالجسم محتاج طاقه علشان يديني طاقه على علشان المجهود اللي انا ببذله دوت، فبيضطر ان انا ما فطرتش الصبح، فبيضطر ان هو ياخد من الايه المخزون اللي عندي في الجسم، من هنا شويه ومن هنا شويه ومن هنا شويه، ارجع بعد كده اجي اتغدى، فالجسم فيه يعني بالبلد نقدر نقول حاله طوارئ، اوكي. فبيبدا ان هو ياخد وجبه الغداء ديت بتاعته ويخزنها كلها، على اساس ان لو هو كان في حاله طوارئ وما فيش عندي غذاء يمدني بالطاقه اللازمه، فانا ببدا ان انا اعوض الموضوع اللي حصل ده عندي بان انا اخزن الوجبه ديت كامله، اخزن عشان ابدا وبالتالي احرق ابقى من باكل وجبه واحده الاسئله. في اليوم ووزني بيزيد. طيب يعني المفروض اعمل ايه بقى علشان الدنيا تتظبط معايا؟ نتكلم بقى على العادات اليوميه، يعني المفروض عايزه بوينت كده 1 2 3 في يومنا نعمله. زي ما قلت لحضرتك، أول عادة يومية غلط عندنا هي عدم تناول وجبة الفطار. وجبة الفطار مهمة جدا جدا جدا، لازم حتى أول لو ما أصحى تفاحية أو برتقان أو حاجة كده على الصبح أيا كده كان ممكن أي أبدأ بيها يومي. يعني وجبة الفطار بنعتبرها وجبة مفتوحة، يعني أهم حاجة تفطر. تفطر إيه، تاكل إيه الصبح مش قضية، يعني أهم حاجة يكون في وجبة فطار. بعد وجبة الفطار المفروض أنا فطرت في البيت، المفروض أخد معايا بقى لانش تمام، بوكس لانش بوكس بقى دي فيه اللي زي فيها سناكس، فيها زي اوكي. سناكس أو زي حاجة إضافية، وجبة إضافية أكلها وأنا برضو في الشغل. وبعد كده برجع وما ننساش اهم حاجة، المية. المية دي لازم تبقى معانا في كل حاجة. المية دي أساسية أساسية جدا، في ناس جسم كتير قوي الإنسان ما تعرفش اهمية المية قد ايه احنا لا محتاجينها. مهمة جدا جدا. انت حضرتك عندك جسم الانسان 60% منه مية، والمية اساسية لكل حاجة. وبالنسبة لموضوع الرجيم، المية مهمة جدا جدا. اولا لما بشرب مية قبل الاكل فانا بملى جزء من معدتي، اللي تمام، هو طبقا للحديث النبوي ثلث لطعامك وثلث لشرابك بس وثلث احنا عندنا لنفسك. مفهوم خطأ عن المية، دايما ايه؟ المية بتعمل كرش. لا 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 خالص بالعكس، انت عايزين نصحح لكل المشاهدين المعلومة دي، ان لا لا المية ما فهمت، بتعملش كرش خالص. لا لا مفهوم غلط. المية لما بشرب كوباية مية على الأكل وكوباية مية بعد الأكل، أنا كده بالعكس بنظم عملية الهضم أكتر، وبالتالي بيبقى عندي الشعور بالشبع مدته بتكبر. فمفهوم الكرش لا، مفهوم خاطئ عن المية. طيب اسمح لنا يا دكتور بس ناخد اتصال معانا. معانا ام اتفضل. كريم. الو الو، مساء الخير. الو، ممكن بس توطي التلفزيون شوية وتكلمينا؟ الو، الو، عايزاكي بس ايوه مع تكلمينا حضرتك، من السلام التليفون، عليكم. اسمعينا من التليفون. اتفضلي معاكي. الو، طيب معلش ممكن تتصلي بينا مرة تانية، الخط فصل. بس معانا هبة دلوقتي. الو، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام السلام هبة، ازيك؟ عليكم. الحمد لله، ربنا يخليك. ممكن اتصل مع الدكتور لو سمحت؟ اتفضلي اتفضلي، اتفضل سؤالك اتفضل ايه؟ تحت امرك. لو سمحت يا دكتور، انا ابني عنده 14 سنة، تمام. بس كل ما بياكل كل ما بيتخن 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 جامد، يعني جسمه جامد. فاجي اوديه لدكتور اتواصل ان هو يخس، يقعد كام شهر على العلاج وبعد كده يرجع تاني. امنعي عنه الاكل خالص. احبسيه في البيت. لا، ده هو بيحب اصلا الاكل. تمام. بياكل كم طب مرة في ده اليوم؟ نعمل له ايه؟ لا، بطل ياكل ال 24 ساعة، في ال 24 ساعة ياكل. لا لا، ما احنا لازم نعمل عملية تنظيم لموضوع الأكل ده، يعني أنت لو بتاكل عدد مرات كتير كل كتير براحتك، بس يعني مش لازم تشبع، مش لازم تملى معدتك للآخر، بنقطع فترات الأكل ديت. بجانب إنه 14 سنة ده معناها يعني نشيط، يعني المفروض بيلعب كورة، بيروح نادي، بيمارس أي نشاط رياضي، فده بيعلي الحرق عنده. وغير إن أنا يعني لو بياكل وينام على طول ما ينفعش إن أنا أنام بعد الأكل.
لابد من ان انا اكل واقعد ادي فرصه للجسم انه يهضم الاكل اللي كاله دوت، وبعد كده ابدا امارس نشاط رياضي وانظم اكلي، يعني اقطع فترات الاكل. طيب هبة، شكرا لاتصالك معانا. اتصال تاني، مروة من الفيوم. مروة ازيك؟ طيب الله يسلمك، ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي. طبعا سؤالك اتفضلي. ايه؟ طيب ممكن بس توطي هو التلفزيون انا كنت وتسمعيني من التليفون؟ 78 كيلو، تمام. وبعد كده عملت رجيم مع نفسي كده، قللت الاكل. انا ما حرمتش نفسي من اي حاجة خالص، تمام. انا قللت الاكل في الفطار والغداء والعشاء، وبقيت اشرب ميه واعمل تمرينات في البيت. زي الفل. وصل وزني لحد 65. تمام. هايل. وطولك قد ايه انا يا فاطمة؟ طولي 159. تمام. دلوقتي كده بقى انا الحرق بدأ يقف عندي. تمام. انا منحت السكر خالص من المشروبات بتاعتي، وقللت في العيش، وكنت باكل كل حاجه بس كميات قليله. تمام. انا عايزه اوصل للـ60، الحرق كده وقف. ايه بقى سبب وقوف الحرق؟ وعايزه برضو نوع من الاعشاب اللي تعلي الحرق معايا في البيت. تمام. مروة، يعني انت عايزة تخسي تاني، عايزة تقللي اكتر من 65؟ عايزه اوصل للـ60. تمام، اوكي. تمام. تابعينا بقى في الحلقة، ونوع الاعشاب اللي انت محتاجاه يكون موجود معانا، وهتخسي يعني هتخسي، تقلقيش. اتفضل يا دكتور. طبعا نحيي فاطمة على مجهودها، يعني النظام اللي هي مشيت عليه نظام ممتاز، ان هي قلت في اكلها وبدأت تاكل على زي ما احنا بنتكلم كده على فطار، يعني بقطع الاكل، واهم حاجة ان انا ما املاش معدتي في كل وجبة، فده كويس. ولكن هي بيبقى في طبيعة اجسام بتوصل في لرينج أجسام معين. بتشم الأكل في لسه طبعا، كنا بنتكلم في الفاصل ما في احنا الموضوع لسه ده. كنا بنقول طبيعة الأجسام ليها دور كبير قوي. في أجسام بتتخن بسرعة، في أجسام بتقل بسرعة، ده وطبيعة حقيقي. جسم فاطمة طبيعته إن هو وصل كده للـ65 والحرق قل جامد، فأنا بفضل ماشي على نفس النظام اللي أنا ماشي عليه وتمام، وبضطر إن أنا لو فضل الوضع ده كده استمر مدة أسبوعين أو أكتر، بضطر إن أنا آخد معاه حاجة تزود لي معدل الحرق دوت، بحيث اقدر اوصل للوزن المثالي اللي انا محتاجه. طيب هنعرف ايه اللي ممكن يزود معدل الحرق عندها، بس ممكن الأول ناخد مكالمة. اتفضل. جمعة من الدقهلية. جمعة، ألو. السلام عليكم. وعليكم الو، السلام، السلام عليكم. ازيك؟ الله يخليك، الحمد لله. ممكن اكلم اتفضل، سؤال الدكتور؟ حضرتك ايه؟ ازيك يا دكتور؟ ازاي حضرتك يا جمعة؟ انا عندي نسبة الكوليسترول عالية، تمام ماشي، وعند البطن يعني كبيرة شوية، تمام وزن 87 كيلو، طولي 170. أنا عايز تمام نظام غذائي عشان الكوليسترول ينزل ومنطقة الكرش تنزل شوية. تمام ماشي، تابعنا أسبوع. طيب مشكلة شكرا ليك يا جمعة على اتصالك. اتفضل يا دكتور. مشكلة الكوليسترول دي مشكلة أساسية لأي حد عنده سمنة، يعني من توابع السمنة ومن أضرارها الكبيرة هي علو نسبة الكوليسترول في الدم. فهو يعني الأفضل إنه يتابع مع دكتور باطني عشان الكوليسترول، وفي نفس الوقت يتابع مع دكتور رجيم بحيث يتابع حالته الصحية ويديله برنامج يناسب ظروف يومه وظروف يعني ظروف شغله وطبيعته، يعني ده الحل الأنسب لأستاذ جمعة. طيب يا دكتور، انت كنت في ماليزيا تمام. وتعبت هناك جدا علشان تجيب لنا المنتج اللي يقضي على موضوع السمنة، تمام. وعندنا كمان مشكلة ان احنا مش متناول في ايدينا كم كبير من الفلوس، ان انا ممكن اروح اعمل عملية whatever كان اسمها ايه، بس اللي هو انا مش معايا فلوس اعمل عملية كبيرة قوي كده. انا مش معايا، انا دلوقتي اعمل ايه؟ انا ست بسيطة قاعدة في البيت ومحتاجة لك، يعني قولي اخس ازاي، اعمل ايه؟ احنا طبعا زي ما احنا عارفين عمليات السمنة اللي موجودة دلوقتي مكلفة جدا، جدا. غير ان هي بيبقى يعني بيبقى ليها يعني بعض التوابع، ولكن احنا زي ما اتكلمنا في بداية الحلقة انا بنظم يومي، بنظم عاداتي، بمشي على رجيم،
بحيث يعني اتبعت النظام دوت، معدل الحرق كده كده لازم هيعلى غصب عني في جسمي. وببدأ ان انا بيبقى متاح ان انا اخد حاجة مع النظام تعلي لي الحرق اكتر، لان يعني بطبيعة الحال زي ما حضرتك عارفة يعني اللي بيجي لنا العيادة وعايز يخس بيبقى برضو يعني ايه باله قصير شوية، يعني ما عندوش استعداد انه ايه يصبر كتير يقعد لا انا شهرين عايزه اخس وثلاثة. دلوقتي حالا، انا عايزه انام ده غير ان واصحى احنا الاقي نفسي يعني نزلت النص. معظم اللي بيجوا يعني كتير جدا بيقول لنا عندهم ظروف، واحدة جاية مثلا انا فرحي بعد شهر ولازم اخس 30 كيلو في خلال في الفترة خلال ديت، الفترة بيجي القصيرة لنا دي. ساعات جوزها هيطلقها لو ما خستش، فلازم تخس خسسني يا دكتور، اتصرف فطبعا دلوقتي. يعني احنا الرجيم مش سحر، لازم برضو بنحاول يعني نتماشى مع الوضع او الظروف اللي بيبقى المريض فيها، فبنضطر ان احنا نديله حاجة مساعدة تعلي مستوى الحر اكتر عنده وتساعد ان هو يوصل للوزن اللي هو محتاجه في اقرب وقت. طيب احنا مش عايزين نقول على اسرار المنتج دلوقتي. خلينا نشوق شوية المشاهد معانا. خليني اخد اتصال دلوقتي معايا هند. هند، الو الو، هند ازيك؟ تمام الحمد لله. اتفضلي سؤالك. يا ينفع لو سمحت ان انا اقول للدكتور يعني ان انا ممكن مثلا حتة في جسمي معينة تخس؟ تمام. اوكي، احنا كده هنتكلم عن مناطق معينة. اتفضلي، معاكي، سامعاكي. هي دي اسمها سمنة سمنة موضعية موضعية. يا هند. يا دكتور انا جسمي كويس جدا يا دكتور، بس صدري الهرمونات فيه بتبقى عالية. تمام. ما دي بيبقى يعني ده اسمها سمنة موضعية. حضرتك بتزوري أي مركز تخسيس بي بي يعني بيعمل لك جلسة على المنطقة ديت بس. شكرا يا هند على اتصالك. ممكن بقى قول لنا بقى العلاج، يعني ادينا كده الكبسولة بتاعت الموضوع. هي الكبسولة اللي معانا النهاردة، احنا زي ما حضرتك عارفة رحنا ماليزيا وشفنا الأمور هناك ولقيناهم هناك يعني ما شاء الله الشعب كله معتمد على الطبيعة اعتماد كامل في أكلهم في شربهم في كل حاجة. ولكن قبل ما اتكلم انا عايز اسالك سؤال الاول، اتفضل. انت ايه اكتر مشروب بتعتمدي عليه في يومك؟ اكتر مشروب وهو اللي نزل موضة شوية، الموضوع الشائع هو الشاي الاخضر، بس انا اكتشفت حاجة تانية بديلة، تمام. ايه والحاجة هي؟ دي هي سحرية. انت جاي بيها النهاردة. احنا جايبين حاجة الناس كلها يعني ما تستغناش عنها وكله بيعتمد عليها طول اليوم، وهي مشروب القهوة. ولكن احنا جايبينه، مين ما بيشربش قهوة؟ ما فيش حد، لازم كلنا بنصحى الصبح لازم أول حاجة فنجان القهوة، مظبوط، نروح الشغل فنجان القهوة، فنجان القهوة، نرجع بالليل فنجان القهوة. ولكن عشان احنا أقعد أذاكر قهوة، عشان أقعد لازم أحضر الحلقة بتاعتي دي شرب قهوة. كلنا كده، كلنا عندنا اعتماد كامل على القهوة، ولكن احنا جايبينها في صورتها الصحية. تمام. يعني احنا جايبينها المرة دي في صورتها الصحية، بحيث انت محرمتش نفسك من ان انت تشرب قهوة، وفي نفس الوقت انت بتشربها بصورتها بالصورة الصحيحة اللي تخليك معدلات الحرق عندك تعلى وفي نفس الوقت وزنك يقل. يعني ايه فاحنا بقى؟ معانا القهوة الخضراء. يعني ايه بقى القهوة الخضراء دي؟ القهوة مفهوم. الخضراء باختصار هي القهوة اللي ما اتحمصتش. احنا القهوة معظم البن اللي احنا بنشربه بيبقى قهوة خضراء وبحمصها فبتتحول للبن اللي لونه بني اللي الفاتح احنا او الغامق. ما هي ديت بترجع لدرجة التحميص، تمام، بتتحول للبن المعتاد اللي احنا بنشربه. ولكن القهوة الخضراء ليها خواص مهمة جدا، لما بنحمصها الخواص ديت بتفقدها. تمام. اهم الخواص ديت ان القهوة قبل ما تقول الخواص ديت علشان لازم نركز فيها، ممكن ناخد منى؟ اتفضل منى. السلام عليكم. وعليكم السلام، السلام ورحمة اتفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله. ممكن اتكلم الدكتور بعد اذنك؟ اتفضلي اتفضلي تحت سؤالك. امرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا منى، عندي 25 سنة، تمام، وزني 102، تمام، عطري 160. تمام. احنا بشتغل يعني كتير، احنا يعني احنا فلاحين وبنروح الارض وبنيجي، يعني
بتصحي الصبح بدري يعني وعندك شغل الصبح بدري؟ كتير. بناكل عادي، بنفطر ونتغدى، لا ما فيش غدا، بنفطر ونتعشى. نفسي اخس. بتتعشى الساعه كام طيب يا منى؟ يعني هي انا جبتها من عند واحد بتاع بن، جبت قهوه للتخسيس فجبتها وشربتها شوي. انا كنت 104 فشربتها اسبوع كده، اسبوعين. تمام. لا احنا القهوه اللي معانا مش بتتباع في اي مكان تاني. انا بقول لك ده فيها الحل السحري. انا وانتوا بتكلموني انا ما كنتش اعرف ان انت بتقولوا عليه ده. دي فيها العلاج السحري زي ما بيقولوا. نفسي نفسي والله نفسي اخس. انا كنت ان شاء الله باذن الله. انتي بس تابعينا. تابعينا هتعرفي ان شاء الله. واحده بتقول انا عندي 30 سنه، قلت لها انت اكبر مني. طيب لو خسيتي هتعملي ايه لدكتور احمد؟ هتقولي له ايه؟ منى سامعيني؟ هل بالزلاب الهدوم اللي انا محرومه منه ده؟ ان شاء الله باذن الله هتخسي. لا ان شاء الله هتخسي. تابعينا بقيه الحلقه وان شاء الله هتخسي وتوصلي للوزن اللي انت نفسك توصلي ليه. تعالى بقى نرجع لمرجعنا. نرجع نكمل كلام. ايوه. دلوقتي القهوه الخضراء ديت كل عاوز يخس وهو قاعد في البيت، محدش ولا عايز يعمل رياضه. لا طبعا. ولا حد عاوز يتمشى، ولا حد عايز يعمل اي حاجه. لا طبعا مفيش حاجه بتيجي، لازم اي حاجه فيها مجهود. مهما كنا اتكلمنا وقلنا على وصفات على اي حاجه، لازم اي حاجه ما بتجيش بالسهل، لازم ابذل مجهود وابذل مجهود حتى يبقى مجهود يعني شوي. لما اوصل للوزن كده يبقى ليه طعم في الاخر يعني، يبقى انا فرحانه. انا عايزه اقول مثلا لمنى ان انت يا منى ممكن وانت في البيت بلاش تنزلي ولا تروحي الغيط ولا تلعبي رياضه ولا تعملي ايه، انت بس لو مسكتي البيت كده نفضتيه التنفيضه تمام، انت كده عملتي رياضه. صح ولا لا يا دكتور؟ هي كده شغلت جسمها كله وبدات تحرق. يعني اللي هو امسكي البيت روقينه فاضي مش هيحصل اي حاجه خالص. اتفضل يا دكتور. تمام نكمل كلامنا على القهوه الخضراء. زي ما قلنا ان القهوه فيها عنصر مهم جدا هو اللي بيساعدني على الحرق وبينظم لي عمليه الهضم في الجسم، هو عنصر حمض الكلوروجينيك. حمض الكلوروجينيك ده من اهم خواص انه بيعلي الحرق جدا في الجسم. تمام. وبالتالي بيبقى فيه يعني من مقابل ان الوزن بيقل. وتاني نقطة مهمة جدا فيه انه بيقلل جدا امتصاص الكربوهيدرات. تمام. وبالتالي انا من ناحية معلي الحرق ومن ناحية تانية مقلل الكربوهيدرات في الجسم، فوزني بيقل بشكل اسرع. ده غير ان انا بينظم لي عملية بينظم لي السكر في الدم. تمام. لان زي ما احنا عارفين الكربوهيدرات بتعلي السكر في الدم. انا قريت ان هي بتحمينا كتير قوي من الامراض زي التجلط الشرايين والسرطان لان هي بتحافظ على بتحافظ على ضغط الدم منتظم، فبتحميكي بقى من توابع ارتفاع ضغط الدم، جلطات سكتات كل الامور ديت بتحميكي منها تماما. ف يعني حل سحري. اكيد طبعا. طب قولي باخدها بمقدار قد ايه في اليوم؟ هي بتبقى في اليوم بمقدار من فنجانين لثلاثة. وطريقة تحضيرها سهلة جدا. ازاي بقى؟ بنحضرها زي ما بنحضر الشاي. هي عبارة عن في كل كيس فتلة عبارة عن فتل، بنغلي المية عادي وبنحط الفتلة في الكوباية بتاعتنا أو المج اللي هنشرب فيه وبنصب عليه المية وبنسيبها من 3 دقايق لخمس دقايق تتشرب وتتصفى. طيب ممكن كمان تنفع للأطفال؟ الاطفال اللي هم عندهم سمنه مفرطه فوق العشر سنين تنفع عادي. فوق العشر سنين فوق بكميات العشر سنين. معينه بتبقى طبعا الكميه اقل. تمام. لو يعني بتبقى هو مره واحده في اليوم. طيب ممكن معانا تليفون منى من البحيره. الو. الو منى ازيك؟ الحمد لله. اتفضلي سؤالك. اتفضلي. انا عندي منى سامعاكي اتفضلي. عندك قد ايه؟ 15 سنه. 15 سنه. اتفضلي. تاني يا منى تاني. عندها 15 سنه وعايزه تخس. منى طيب عرفينا مشكلتك بالظبط ايه؟ وزنك يعني حاولي صوتك يبقى اوضح من كده شويه. الو اتفضلي سامعاكي.
انا بقول لك عندي 15 سنه بس بطني كبيره، يعني عاوزه اخس شويه. عندك كيرف شويه في بطنها. سنه كام طيب يا منى؟ بتقول 15 سنه. انا في ثالثه. ايه؟ 15 سنه. انا في ثالثه اعدادي. ثالثه اعدادي. ثالثه اعدادي. بتاكلي من الشارع كتير؟ لا ما باكلش من الشارع خالص. بتلعبي رياضه شويه؟ انا بروح دروس وبمشي كتير يعني. تمام. هو الحل بتاعك برضو معين، هي الجرين كوفي اللي هتدي على كل حاجه. مبدئيا محتاجه تنظمي يومك اكتر. نصحى الصبح بدري، طبعا انت بتروحي مدرسه فاكيد بتصحي بدري. نهتم جدا بوجبه الفطار. لو المدرسه قريبه بلاش ناخد مواصلات، نروحها مشي. ولو في مجال في المدرسه ان انت تاكلي سناكس صغيره يبقى زي الفل. ونرجع برضو من المدرسه مشي، ونحاول ان احنا نمارس اي نشاط رياضي. السن ده دايما بيبقى محتاج النشاط الرياضي جدا جدا. طيب. لو اهمل في النشاط الرياضي وزنه بيزيد بسرعه، يعني السن من 10 ل 20 سنه وزنه بيزيد بسرعه جدا وبيقل بسرعه جدا طبعا لبرنامج اليوم. طيب يا دكتور، عايزين الاول نشكر منى، وعايزين كمان نقول لمشاهدينا اوعوا تروحوا في حته، علشان هنخرج فاصل ونرجع لكم تاني. بس استنونا بعد الفاصل، هنتكلم ايه الفرق بين القهوه اللي جايبينها من ماليزيا والقهوه اللي موجوده عند اي حد تاني. من حقي اكون بالصوره اللي انا بتمناها، من حقي اكون الصوره اللي في خيالي، من حقي اكون الصوره اللي بحلم بيها. لايف ستايل موضوع حلقتنا النهارده، ولسه مكمله مع دكتور احمد كمال اخصائي العلاج الطبيعي والسمنه. دكتور، احنا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن موضوع مهم جدا. ايه هو؟ السمنه. السمنه ازاي اقدر اتخلص منها بالمنتج او المنتجات اللي انت جايبها لنا النهارده؟ تمام. زي ما حضرتك شفتي معظم الاتصالات جايه لنا اللي بتشتكي ان وزنها 100 كيلو، واللي 100 وشويه، واللي 80 كيلو، وكلهم واضح من الاسئله ان انا ايه، عايز اخس في اسرع وقت ممكن. ده حقيقي. فاتباع النظام الغذائي لوحده مش كفايه، فاحنا جايين زي ما اتكلمنا قبل الفاصل، معانا القهوه الخضراء. قلنا ان فيها عنصر حمض الكلوروجينيك اسيد، بيعلي لي الحرق جدا، في بيعلي لي الحرق، مستوى الحرق في الجسم، وبيقلل امتصاص الكربوهيدرات، وله فوائد تانية زي تنظيم ضغط الدم، بيظبط لي المود جدا جدا. يعني الناس اللي عنده مشكلة بس ياخد فنجان منه هيلقى موده رايق جدا، يقدر يقعد يحل مشكلته بكل بساطة. تمام. ولكن 100 كيلو عشان انزل ابقى 60 كيلو موضوع مش سهل، والاعتماد على القهوة لوحدها مش كفاية. فاحنا يعني برضو حلينا القصه ديت الحمد لله. ايوه، الحل السحري التاني. ما رجعناش ايدينا فاضيه، فجبنا مع القهوه كبسوله برضو مستخلصه من اعشاب طبيعيه ومنتجات طبيعيه. يعني احنا كان اهم حاجه حريصين عليها هناك ان تبقى المنتجات بتاعتنا طبيعيه، مفيش منها اي ضرر نهائي. تمام. فالكبسوله بجانب القهوه هتعلي لي معدل الحرق جدا، بجانب يعني البرنامج الغذائي. يعني دلوقتي مش عندنا القهوه بس، لا عندنا كبسول عندنا كمان. القهوة والكبسول. اوكي. طريقة استخدامهم بقى، استخدم دي امتى ودي امتى؟ القهوة شرحناها قبل الفصل، قلنا نستخدمها زي ما بعمل الشاي بالظبط. معلش يا دكتور، ممكن سريعا نقول لهم ممكن نحضر القهوة دي ازاي؟ سريعا، القهوة بغلي المية عادي. تمام. والباكيتات عبارة عن فتل زي فتلة الشاي بالظبط اللي احنا بنشربها العادية. تمام. بحط كيس القهوة في المج وبغلي المية، وبصب المية بعد ما بتغلي على كيس القهوة، بسيبها 3 دقايق لـ5 دقايق تتصفى. ان هي تكون المسحوق القهوة الخلاصة بتاعتها. بالظبط بالظبط جدا. تمام. وببدأ ان انا ايه اشربها، ويفضل شربها قبل الاكل. يعني قبل الفطار اخد مج، قبل الجرين كوفي، قبل الفطار اخد مج، قبل الغداء اخد مج، وقبل العشاء برضو نفس الكلام. طيب خلينا نرجع ناخد تليفون معانا. ام كريم. الو. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي، سؤالك. اتفضلي، تحت امرك. طيب، هو انا كنت عامله رجيم، وبعد كده جيت عملت عمليه، فاضطريت ان انا اوقف رجيم عملية شويه. ايه؟
كنت عاملة عملية حصو، يعني توسيع حالب ومركبة دعامة، تمام. فاضطريت ان انا اخبط في الاكل شوية عشان عملية وكنت محتاجة اتغذى وكده، تمام. والانيميا بتاعتي 9. بعد ما خفيت الحمد لله بدأت انظم في الاكل تاني، بس الحرق واقف عندي خالص. ماشي. ما انت تمام. طبعا احنا احنا بقى ممكن بنتكلم، احنا ننشط موضوع الحرق حلقتنا النهارده هنا. كله عن الحرق، لان هي يعني مشكله جامده جدا. يعني خد بالك بموضوع الحرق ده، بيجي لنا ناس كتير أم كريم شكرا. الحرق قليل عندها، فكان لازم يبقى في عامل مساعد يعلي لي الحرق، يعلي لي نسبه وهي الحرق في الحل الجسم. السحري بقى هو دوت اللي هيعلي نسبة الحرق عندي. طبعا زي ما اتكلمنا جرين كوفي. القهوه بنحضرها ازاي، ناخد في الكبسولة بقى. الكبسوله، باخد كبسوله بعد الفطار مره تمام واحده في اليوم بس. هو عندنا العلبه فيها 40 كبسوله، تمام بستعمل كبسوله كل يوم مره بعد الفطار، مرة واحدة بس مره واحده بس ببدأ بعد أخدها وجبه الفطار. بعد يعني بين الفطار وبين الغداء. لا، بعد وجبه الفطار بنص ساعه، بعد وجبة يعني الفطار بفطر بنص ساعة. وبستنى تمام نص ساعة واخد الكبسولة، أوكي بتعلي لي معدل الحرق أكتر وأكتر. حلو هايل جدا. ولكن كل ده لازم نفهم المشاهدين إن كل ده بجانب إن يبقى في تنظيم في الأكل، أهم في حاجة تنظيم في النوم. احنا في عايزين أمور ما يعني ما اتكلمناش عنها، إن يعني من ضمن العادات السيئة جدا كمان إن احنا بننام عدد ساعات قليل في اليوم. دي مشكلة، ما بس هو ده خلينا نتكلم في البوينت دي بعد ما ناخد إبراهيم. إبراهيم الو، من معادي. ألو، مساء الخير. مساء النور يا فندم، ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا اتفضل اتفضل ابراهيم. سؤالك. ماشي. بص يا دكتور، انا 97 كيلو. 97. ماشي. وسني 24. تمام. والوزن ده يا دكتور عامل لي مشاكل كتير، يعني حتى ساعات ما بقدرش اخد نفسي، لو مثلا طلع لي بمشي بنهج كتير. تمام تمام. المنتج ده يعني يا دكتور ليه اي اعراض جانبيه كده؟ بفضل الله المنتج ملوش اي اعراض جانبيه، ولكن طبعا تمام. يعني لازم يعني تتبع الكلام اللي احنا بنقوله او التعليمات اللي احنا بنقوله. اي حاجه في الدنيا هاخدها زياده عن حدها لازم هتاثر عليا. تمام. يعني هو يا دكتور بيتاخد يعني كم مره في اليوم مثلا؟ عندنا القهوه بتتاخد من مرتين لثلاث مرات في اليوم، والكبسولة مرة واحدة في اليوم بعد الفطار بنص ساعة. تمام. يا لكن النوم ملوش أي أعراض جانبية عادي يعني؟ لا لا إطلاقا خالص، ملوش أي أعراض جانبية، احنا تمام يا دكتور. مش شكرا جايين نضركم خالص يعني. شكرا دكتور. تحت أمرك. طيب معلش يا دكتور، هو المفروض يخس كام كيلو في قد إيه؟ طبعا ما سألتوش على يعني الطول، ولكن فلنفترض ممكن انه من 107، نتوقع الموضوع يعني هو استقراضيا 97 كيلو المفروض ينزل 65، والمفروض يعني يبقى المعدل يعني ان شاء الله. لو هنتبع بقى الأنظمة العادية ونمشي طبيعي جدا، ده حلو جدا ان هو ينزل بناخد من 4 المعدل لخمس ده. شهور فمعظم المرضى اللي بيقول لنا ما عندوش استعداد انه يقعد 4 5 شهور يا دكتور، ماشي ده على انت رجيم. تاخد انا جايزة تعبت. اوسكار لو هو نزل فعلا النسبة دي في انما الوقت ده. لما بنستعمل المنتجات اللي احنا جايبينها، لا المعدل ده بيقل لاقل من نص. اذا هنزل في 4 شهور، لا انا بس شهر ونص ولاقيني وصلت للوزن اللي انا محتاجه. يا رب يا رب كل واحد وكل مشاهد بيتفرج علينا يوصل للوزن المثالي اللي هو بيحلم بيه. خليني برضو أسألك سؤال بيفرق، يعني عايزين نعرف تأثير المنتج بيفرق من السن الكبير للسن الصغير، يعني مثلا تراوح فئة عمرية من طبيعة 25 الإنسان، فيما فوق أو من 50 طبيعة فيما فوق. الإنسان كل ما السن بيزيد معدل الحرق بيقل معايا، يعني كل نسبة ما السن التأثير بيزيد وكل ما السن بيزيد معدل الحرق بيقل معايا. بيقل ولكن معايا. المنتج اللي معانا يعني ملوش اي اعراض على اي سن. تمام. متناول فوق متناول من لجميع فوق العشر الاعمار. سنين لحد 60 سنة متاح انه ياخد المنتج بشكل طبيعي جدا ويمارس حياة طبيعية جدا. وبيحقق نفس النتيجة في كل الاعمار؟ لا طبعا، احنا بنقول لسه ان كل ما السن بيزيد معدل الحرق بيقل. بيختلف. اذا انا عندي 30 سنة وهخس في شهر ونص، لا اللي عنده 50 هيخس في شهرين شهرين ونص مثلا. اللي عنده ده 40 هايل، هيخس في شهرين. بس هقدر برضو اوصل للنتيجة اللي انا عايزاها، بس ممكن طبعا في وقت
يعني اطول شويه. اه طبعا طبعا، اللي انت دي ظروف، يعني طبيعه الجسم دي ظروف احنا ما نقدرش نتحكم، ما نقدرش ندخل فيها، دي طبيعه ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عليها، فاحنا بنتماشى مع الطبيعه ديت. طيب خلينا يا دكتور تمام ناخد تليفون. اتفضل. انا مش ملاحقه. انسان من المنوفيه مظبوط؟ لا من الفيوم. انسان من الفيوم، ازيك؟ الحمد لله. ممكن اكلمك اهلا دكتور؟ بيكي واهلا باهل الفيوم كلهم. اهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي سؤالك. هو انا اختي قربت تولد، وكنت عايزه اعرف تعمل ايه بعد الولاده، عشان مشكله البطن اللي بتظهر بعد الولاده، وعشان برضو التخن بعد الولاده وكده. حاضر، هنجاوبك على سؤالك. تمام، شكرا ليكي. دايما بننصح اي سيده حامل يعني ما تضغطش على نفسها. خليك فاكر السؤال دوت عشان هناخد سؤال تاني. ماشي، اتفضلي يا ام احمد. الو. ايوه الو، اتفضلي سؤالك. انا كنت بقول للدكتور، انا كان وزني من حوالي شهرين كان 78، وبعدين نظمت في اكلي وكده، قللته شويه، وكنت ما بتعشاش وكده، بشرب مشروبات تعلي الحرق، فوزني نزل دلوقتي ل 71. بس المشكله عندي ان انا جسمي نزل من فوق جامد، وهو نزل من برضه من تحت برضه، بس مش بال يعني انا عايزه انزل كمان شويه من تحت، فمش عارفه ايه اللي ممكن اعمله. وزنك دلوقتي كام؟ 71. الطول؟ وطولي 163. تمام، طولي 163 سم. انت كده يعني تعتبر سمنه موضعيه برضه. سمنه موضعيه، ولكن هي برضه لسه فاضل لها يعني في رينج ال 8 كيلو. لسه فاضل لها في رينج ال 8 كيلو تنزلهم، وبعد كده اذا فضل موضوع الشكل. ده مشكله، اللي بينزل مره واحده بيخس مره واحده، اولا بيبان عليه ارهاق وتعب، وجسمه بينقص فيتامينات. لا ده حد خس غلط. هي الفكرة ان انا احنا اللي احنا جايين نتكلم فيه ان انا عايز اخس، وفي نفس الوقت ابقى محافظ على صحتي. تمام. بالعكس، المفروض اللي يتبع الرجيم يوصل في النهاية ان وزنه قل وصحته بقت احسن، ويبان الكلام ده على لون البشرة، على الشعر، على كل انما اي حد بيخس ويلاقي في الاخر ان وشه اصفر شوية، شعره بدأ يقع، لا ده كده انت يعني انت مشيت على برنامج غلط. مظبوط. ان هبدأ بقى احس بان وشي مجهد، بالظبط، شعري بيقع، بالظبط، عندي مناطق ومناطق. لا لا ده غلط. المفروض ان احنا كل ده بنعوضه بالمنتج. تمام، احنا مظبوط. كل ده يعني اي حد عنده مشكله في موضوع الحرق، و90% من اللي بيعمل رجيم وبيبقى الرجيم يعني الوزن بينزل بمعدل بطيء، بتبقى المشكله كلها الاساس عندنا هو الحرق. انا باكل ولكن الجسم ما بيحرقش بالمعدل الكافي. تمام. اللي يخليني اللي يخلي وزني ينزل. طيب خليني ارجع للسؤال بتاع انسال بتاعت الفيوم، بتقول الولاده. تمام، يعني هي دلوقتي بتسال اختها هتولد، طب هتعمل ايه بعد الولاده؟ هي اي سيده حامل دايما بننصح يعني ما تحاولش تفكر في الرجيم، لان احنا زي ما حضرتك شايفه احنا لسه بنتكلم ان ساعات الواحد بيتبع الرجيم غلط، فبيوصل ان يبقى عنده انيميا، ودي واحده ممكن اعمل رجيم الاقي نفسي بدخن مش بخس، يعني الموضوع يبقى ماشي معايا نتيجه عكسيه. هي كل الحكايه ان هي تحرص شويه لحد ما تقوم بالسلامه، وبعد ما تقوم بالسلامه بتبدا بقى ايه تتبع الانظمه اللي احنا بنتكلم عليها، انظمه الرجيم، تاخد عامل مساعد مع البرنامج الغذائي، تمارس رياضه، وضروري جدا لاي واحده خارجه من الولاده لازم بعد ما تفوق من الولاده لازم تمارس نشاط رياضي، لان هو ده اللي بيرجع عضلات البطن لمكانها، بيرجع شكل الجسم لطبيعته الاولانيه. يا دكتور ما احنا عندنا اصلا مشكله في النظام الرياضي، ما حدش بقى بيعمل رياضه. لا ده كله بقى بيكسل. اقول لحضرتك على حاجه، احنا فضل. يمكن من ضمن الحاجات اللي تعبتني في ماليزيا، بس انا فهمت يعني في الاخر ان هم عاملينها قصد. دلوقتي المواصلات العامه هناك ممنوع انها تدخل اي شوارع جانبيه، عاملين المواصلات العامه بره على الطرق الرئيسيه خالص، بحيث ان انت لما تنزلي من بيتك عشان تطلعي تركبي مواصله عامه بتمشي يعني بمعدل كيلو، وتروحي تنزلي عند شغلك تمشي بمعدل كيلو، فخليكي غصب عنك في اليوم تمشي معدل 4 كيلو، فلذلك تلاقيهم كلهم
غصب عنهم لازم هي مفيش سمنة مفيش زيادة في الوزن. مفيش. فاحنا لازم يعني ايه يعني طبعا احنا دايما بنحبذ ان احنا نقلد اي حد في الصح، مفيش مشكلة ان انا اقلد حد في حاجة صح. فدايما بننصح ان انت نازل رايح شغلك، لو الشغل بعيد وانت مضطر ان انت تاخد عربيتك اركنها في مكان بعيد وانزل اتمشى شوية لحد الشغل، وكذلك وانت نازل من الشغل هتتمشى لحد عربيتك وحاول تركنها بعيد شوية عن البيت. من العادات برضو الغلط اللي احنا بنتبعها في البيوت كلنا ان احنا بناكل قدام التلفزيون، ما كارثة كبيرة جدا، لان انت وانت بتاكل قدام التلفزيون انت تركيزك كله رايح مع الشاشة، مع الفيلم اللي شغال، مع المسرحية اللي شغالة، فلغيت خالص زي ما احنا عارفين ان المعدة لما بتتملي بتبعت اشارات للمخ ان خلاص انا انت لا انت خليت ذهنك كله رايح للفيلم اللي شغال، مظبوط، فعمال تاكل تاكل وانت مش حاسس خالص. وبعدين فشار مع شوكولاته مع بيبسي، يا ريت بس تيجي على الفشار بس ساعات بتبقى حاجات تانية. طيب يا دكتور، احنا كان جايلنا مكالمه من احدى المشاهدات وكانت بتتكلم ان هي راحت اشترت قهوه وجربتها. طب انا عايزه اعرف دلوقتي ايه الفرق بين القهوه دي وبين القهوه اللي موجوده عند اي حد تاني؟ لا، القهوه اللي معانا معموله. وش معنى اختيارك في ماليزيا نفسها للمنتج ده؟ ويعني كان في فرق، كان في الافكت او النتيجه بتاعته كانت فعلا ظاهره هناك؟ ايوه طبعا، احنا يعني لقيناهم هناك بيستعملوها بيشربوها، ولكن هم يعني بيشربوها مش عشان الرجيب، برضه بيشربوها كعاده صحيه عندهم، ولكن المنتج اللي معانا مش زي القهوه الخضراء اللي بتتباع في اي مكان. تمام. المنتج اللي معانا معمول بطريقه طبيه. ايوه يعني ما نزلش عند عمو العطار اللي جنب البيت واقول له النبي عايزه حبه قهوه خضراء كده من عندك، لا لا، مختلفه دي تماما، دي مختلفه عن اللي معانا خالص. احنا دايما بنجيب الحاجه المفيده ونحط عليها الاضافات الصحيه اللي تخليني اوصل للنتيجه اللي انا عايزها. اذا كانت القهوه العاديه هتعلي معدل الحرق بنسبه 1%، فلا، اللي معانا ديت منتج صحي يعليه 30%. طيب هايل هايل، ده الفرق بين الحاجه اللي انا ممكن اشتريها من بره والحاجه اللي معموله بطريقه صحيه يعني تحت ايد خبراء. طيب عايزين بقى نقول المسج بتاعتنا النهارده، عايزه اللايف ستايل اللي احنا طالعين النهارده نقولها لكل بيت دلوقتي وكل اسره قاعده بتتفرج علينا من ساعه ما بصحى من النوم لحد ما بنام. تمام. اعمل ايه بقى؟ اللايف ستايل الصح يعني المعتاد لاي حد ان انا اصحى الصبح بدري. اول حاجه اعملها اشرب كوبايتين ميه. تمام. ضروري جدا. كوبايتين ميه اولا يعني هيفوقوني، ثانيا لان هما بيعلوا بينشطوا الدوره الدمويه جدا. تمام. وبيعلي لي معدل الحرق جدا. تاني نقطه، اتناول وجبه الفطار، مهمه جدا 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 زي ما اتكلمنا في بدايه البرنامج. هنا وجبه الفطار اخد قبلها الجرين كوفي وجبة الفطار، ولا باخد قبلها، ولا باخدها مع الفطار؟ لا لا، يعني باخد كقهوة مع الفطار بدل القهوة العادية. لا لا، باخد الجرين كوفي قبل الفطار وببدأ. تمام. وبعد ما مشربها ببدأ ان انا ببدأ اتناول فطاري، اكل الفطار بتاعي. تمام. وبعد الفطار بنص ساعة باخد الكبسولة هي. وانزل على اذا كنت رايح شغلي، اذا كانت سيدة بيت فتبدا ان هي ابدا اتحرك شويه، تبدا في الفتره لازم اللي هي بين الفطار وبين الغداء. كنت بقى لو انا قاعده في البيت بقى هقوم المفروض ان انا انضف واروق كده الشقه عقبال جوزي ما يجي، لو انا واحده بشتغل فانا هنزل اروح الشغل، لو انا هعمل ايا كان ايه هو، بس هيحصل حركه شويه. لازم الحركه، الحركه بركه يعني مقوله كلنا عارفينها يعني، فالحركه دي امر مفروغ منه، لازم كلنا يعني يبقى فيه نشاط ايا كان النشاط. الحركه بركه. دكتور احمد نورتني النهارده، وقتنا خلص بسرعه، بس انا اتشرفت بيك. شكرا لكل مشاهدي قناه الصحه والجمال، اشوفكم على خير. شكرا ليك وشكرا لكل الساده المشاهدين، ونتمنى نشوفكم دايما في احسن صحه.